ذلك سوف نتصل بمراسلينا في بغداد ضياء الناصري. طبعا في العراق الآن تجاوزنا منتصف الليل بتقريبا ساعة الآن، وطبعا يجب أن نتذكر أن رئيس الوزراء كان قد وجه بفرض نوع من حظر التجوال في عموم العراق بحلول الساعة السابعة مساء. كيف هو المشهد الآن إذن؟ هل هناك نوع من الهدوء ربما على الأقل في الساحة الخضراء؟ في داخل المنطقة الخضراء الأمر يتصاعد، يعني نوعية الانفجارات واستهداف المنطقة الخضراء. سابقا أو في بدايتها كانت قذائف هاون نوعا ما تعتبر يعني بسيطة، أو ربما يعني قذائف ليست بالحجم الكبير التي يعني أصبحنا نسمعها بعد منتصف الليل. أصبحت الانفجارات أكثر عنفا وأكثر قوة، هذا من جهة في داخل المنطقة الخضراء. أما في باقي الأحياء، العاصمة العراقية بغداد، هناك مهاجمة للعديد من مقرات التابعة لأطراف الإطار التنسيقي، منظمة بدر، حزب الدعوة، مقرات تابعة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم في بغداد. وأيضا في منطقة الشعلة هناك اشتباكات حية بين يعني أطراف مسلحة وأطراف بعضها حكومية بعضها أيضا مسلحة أخرى. أيضا في مناطق أو محافظات خارج بغداد الأمر ذاته يحصل في بعض المحافظات الأخرى. بدأنا الآن نشاهد بعض الصور ومقاطع الفيديو لاشتباكات أو حرق مقرات أو حتى اعتقال من قبل مسلحين يعني يرتدون بدلات سوداء وقبعات سوداء، يقتادون أشخاص من منازلهم، وحالة من الانفلات الأمني، لا أقول انفلات كامل ولكن انفلات مبرمج باتجاه شخصيات معينة وباتجاه مقرات معينة، بكل يعني بكل ما لهذه الكلمة من معنى. خصوصا الوضع في البصرة أيضا هناك حرق لبعض المقرات. الآن أسمع صوت انفجار آخر في داخل المنطقة الخضراء، والانفجارات متواصلة، يعني معدل كل 5 أو 10 دقائق انفجار جديد. أيضا مشاهد لجنود عراقيين يتم نقلهم، وربما أعدادهم كثيرة، داخل المستشفى، داخل المنطقة الخضراء في مستشفى ابن سينا، ومقتل بعض الجنود برتبة ضابط، وأكثر من جندي يعني شاهدت صورهم سواء بعد إعلان مقتلهم أو أثناء مقتلهم، وصور يعني مؤلمة بالتأكيد لهم ولذويهم أو يعني الموجودين وهم يشاهدون هذه الحالات. وحالة من الدهشة أصابت الكثير من القوات الأمنية، وطبعا أيضا القيادات الميدانية والقيادات السياسية التي بدأت ترفع الصوت بشكل تدريجي وأكثر من السابق، وتعيد وتكرر العديد من البيانات تدعو إلى التهدئة، إنهاء حالة العنف. هناك يعني استهداف مستمر من قوات يعتقد بأنها هي تابعة لسرايا السلام، الذراع العسكري لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي تقوم بمهاجمة القوات الحكومية وبوابات المنطقة الخضراء المغلقة، وأيضا القوات المتمركزة داخل هذه المنطقة. قبل حوالي ساعة من الآن إحدى يعني الفرق العسكرية التابعة للجيش العراقي تم استدعاؤها خصيصا، وفتحت الباب المخصصة من جهة وزارة الدفاع محاولة لتفريق المسلحين المتواجدين خارج هذه البوابة، ولكن النيران الكثيفة والقناصين المنتشرين على أرجاء المنطقة خارج هذه البوابة أجبرتهم على العودة إلى داخل المنطقة الخضراء، وينحصر الاشتباك حاليا بشكل أساسي من جهة باب وزارة الدفاع أو المعروفة باسم باب واحد. شكرا جزيلا لك ضياء الناصري، مراسل التلفزيون العربي في بغداد.